تمام. احنا ببساطة جدا المرة دي من ساعة تولي دكتور احمد عادل درويش نائب وزير الاسكان، بدأنا نتعامل مع ماسبيرو، وكان من اولوياتنا تطوير ماسبيرو. كانت التجارب اللي قبل كده او حتى التجارب اللي اتعملت قبل كده زي ما حضرتك قلت على تطوير المثلث، كانت لازم تغفل جانب من الجوانب، يا اما تغفل جانب الملاك، يا اما تغفل جانب ان الناس دي في عليها شاغلين ومن حقهم ان هم يفضلوا في اماكنهم، ما يتهجروش وما يروحوش اي حته. فاحنا حاولنا نعمل الاثنين، بس هو ده اللي احنا ده الجديد. ازاي هتعملوا دوت؟ المنطقه دي مكدسه، فيها الكثير من المباني العشوائيه والقايله للسقوط، يعني حتى اصحاب المباني نفسهم انا بتصور ان هم منتظرين اللحظه اللي يقع فيها المبنى، لان هو في النهايه ايجارات قديمه وما بياخدش منه حاجه. فانتوا هتعملوا ده ازاي يعني؟ ما هو بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، احنا بعد نقاشات ومفاوضات كبيره جدا مع ملاك الاراضي اللي هم العنصر الاساسي، لان هم اللي عندهم مستندات وهم ملاك الاراضي وما اقدرش اغفل حقهم. قدرنا عددهم قد ايه تقريبا؟ اعدادهم كبير، لكن في منهم اصحاب ملكيات كبيره، مساحات كبيرة يعني، وفي منهم أصحاب مساحات صغيرة. تمام. لكن العدد كبير، العدد الناس أصحاب الملكيات الكبيرة عددهم أقل بالطبيعي عن الأصحاب الملكيات الصغيرة. في حد يبقى ممكن يبقى عنده بيت، في حد ممكن يبقى عنده أرض 100 متر. تمام. في دول عددهم كبير. لكن العدد الأصغر للناس أصحاب الملكيات الكبيرة، فدول بدأنا نتواصل معهم كلهم، وبدأنا نقنعهم إن مش هيحصل تطوير في المثلث إلا وإحنا ضامنين حق الشاغلين إن هم يفضلوا، فمفيش مفر إن الناس دي تفضل. الدولة واخدة على عاتقها إنها تسكن الناس دول عشان مسؤوليتنا عنهم المجتمعية، فمش هينفع يمشوا. فقدرنا بعد جولات طويلة جدا إن إحنا نحط مخطط المنطقة، دكتور محمد صالحين عامله استشاري المشروع، ان احنا نوزع الملكيات تاني على الاراضي، بس كل واحد هنقتطع منه جزء صغير عشان نبني فيه للناس دي. هنجمع الاجزاء الصغيره دي من الملكيات يعني دول. انتوا هتبنوا للناس بعيدا عن بيوتهم القديمه. هيبقى عندنا بالظبط، هيبقى عندنا جزء، يعني انتوا هتخلوا لهم البيوت، هنخلي البيوت وهنخلي المثلث كله، وهيبقى عندنا جزء هنبني فيه للناس اللي قررت انها تقعد في المنطقه، وجزء تاني هنديه لاصحاب الاراضي فاضي. فهو وهنديله اشتراطات تسمح له ان هو يعمل عليه استعمالات وانشطه وخدمات تحقق له المكسب اللي هو عايزه. فاحنا انا كده وزنت بين حقه هو ان هو يبدا ياخد ارضه اللي هو مش قادر يستفيد بيها دلوقتي، وزنت بين حق الناس اللي عايزين يقعدوا هنا. هبني لهم اسكان يليق بيهم ويليق بقلب العاصمه ويليق بالانشطه اللي هتبقى حواليهم، هيبقى عندهم فرص عمل لما يبقى حواليهم الانشطه دي، هيبقى عندهم حاجات كتيره جدا. القيمه المضافه للمكان نفسه هيتحول لشكل تاني. بالظبط. احنا بنتكلم بقى بدل الحاله العشوائيه والحارات والبيوت القايله للسقوط اللي موجوده، بنتكلم في حدائق وبنتكلم في ابراج وبنتكلم في حاجات جميله جدا للناس دول، مش لاي حد. الدوله هتعملها للناس اللي ساكنين حاليا هناك، عشان احنا واخدين قرار ان احنا في كل المناطق على فكره، مش بس ماسبيرو، احنا المنطقه اللي ينفع نبني فيها في نفس المكان بنبني في نفس المكان. طب باشمهندس، يعني اولا انا عايز الناس تعرف هو مثلث ماسبيرو ده المقصود بيه من اول فين لغايه فين، وامتى بقى تبداوا شغل فعلي؟ المثلث ببساطه كده هو مثلث اضلاعه شارع 26 يوليو، شارع الجلاء، كورنيش النيل. تمام. هو المثلث المحصور بين الثلاث شوارع دول. تمام. شارع 26 يوليو بيتقاطع مع كورنيش النيل، ده راس المثلث وقاعدته شارع الجلاء. تمام. يعني الخطه احنا بنتكلم كده من اللي هو من عبد المنعم رياض ل 26 يوليو، من عبد المنعم رياض المثلث، من هيلتون رمسي، من عبد المنعم رياض لغايه السفاره الايطاليه او القنصليه الايطاليه، دي قاعدته. دي قاعدته وطول 26 يوليو. طب الجزء الخلفي ده، هل ده داخل اللي هو الناحيه الثانيه من 26 يوليو؟ لا، دي مش داخله في المثلث. دي مش داخله في المثلث. دي مش داخله في مثلث ماسبيرو. التطوير احنا بنتكلم على المثلث اللي جوه المثلث ده طبعا، باستثناء يعني التطوير مش هيطول طبعا مبنى ماسبيرو نفسه او مبنى الخارجيه، دي من المعالم اللي هتفضل موجوده في الايه في قلب المثلث. بالنسبه للخطه الزمنيه، احنا ناويين ان شاء الله في خلال الاسبوعين الجايين دول هندي الاستمارات الرسميه بالبدايه اللي احنا عرضناها امبارح للشاغلين بشكل رسمي، لان اللي اتوزع امبارح كان بشكل عشان بس يتعرفوا هم على البدائل دي، مش هي الاستمارات الرسميه. الاستمارات الرسميه هتبقى هي عشان ما حدش يفتكر ان احنا هنغيرها. هي نفس البيانات اللي فيها، لكن الثانيه هتبقى باسم المواطن، يعني هتنزل للمواطن ده نفسه. بالظبط كده. انا مش هقدمها لكل الناس، انا هقدمها بس للمواطن اللي عندي في الحصر. كل المواطنين المتواجدين في مثلث ماسبيرو حاليا واللي عايشين فيه حاليا عندنا بيانات بيهم كامله.